هذه فاطمة الزهراء المنصوري. صراحة اليوم كنحس براسي تالف وما عارفش منين نبدا لهاد السيدة اللي كيقولوا انهم كيوجدوها تكون رئيسة الحكومة. هادشي علاش غنقول لكم ان الامور اللي لقيتها على هاد السيدة ما تصلحش ليها لا حلقة لا جوج لا ثلاثة. ولكن خلينا نبداو اليوم بهاد الحلقة وحلوا معايا ودنيكم مزيان يا المغاربة باش تعرفوا هاد السيدة اللي كيوجدوا لكم باش تحكمكم. اليوم غنهضروا على واحد الجزء صغير من اش واقع في مراكش في عهد المنصوري، وطبعا ما غنهضروش على سفيان زعتوت، غنخليوه هو فضيحه الكثير الحلقه بوحدها. اليوم غنهضروا على مديرة الديوان سعادة فاطمة الزهراء المنصوري، مديرة الديوان خديجة الطالبي اللي عطاتها هذا المنصب في 2009، ومن ديك الساعات وهي في المنصب ما تحيدتش منه الا في الفترة اللي خسرت فيها المنصوري عمودية مراكش ما بين 2015 و 2021. خديجة الطالبي كيسميوها في مراكش عمدة المدينة الحقيقية، حقاش هي اللي كتسير كل شيء واخا ما عندهاش حق التوقيع. وأمان ضعف النائب الأول فخديجة الطالبي اللي هي مرات عادل عبد اللطيف اللي غادي نهضروا عليه حتى هو في هذه الحلقة، هي اللي كتسير المدينة اللي وصلت لحالة كارثية بسبب عدم الاهتمام المنصوري بها، والدليل هو ما وقع في الأمطار الأخيرة لمدينة ألف ليلة وليلة اللي رجعات ألف فيضان وفيضان. فترة المنصوري والطالبي كاين فضايح كثيرة وقعت، ما بينهم كراء طواليطات سوق الجملة، كراوه من شي محظوظ بثمن رمزي وداروا معاه في دفتر تحمولات هو اللي غيخلص الماء والضوء. لكن للاسف تضح لجمعيه حمايه المال العام ان مجلس المدينه هو اللي كيخلص كل شهر الماء والضوء لهاد الطواليطات اللي كتوصل في بعض الاشهر ل 5 ملايين سنتيم، في حين ان هاد الطواليطات كيتكراو باقل من مليون ونص في الشهر. يعني المدينه كتخسر كل شهر 3 مليون ونص على الاقل في هاد الطواليطات اللي كان خاصها تربح منهم. زيد عليها شكون مستفد بشكل حصري من مسابح الجماعه ومن الباركينغات اللي غنهضروا عليهم ايضا من بعد. وفي خلال هاد 14 سنه اصبحت خديجه الطالبي الحاكمه الفعليه لمراكش حقاش المنصوري غايبه. حتى في الانشطه الرسميه عوض يحضر نائب العمده كتحضر مديرة الديوان اللي غير منتخبه. دابا هادشي كله اللي قلته حطوه في جهه وجيو تشوفوا الفضيحه الواعره، وهي تعيين عادل عبد اللطيف اللي راجل خديجه الطالبي عضوا في الهكا وهي الهيئه العليا للسمعي البصري، وهذا التعيين كيجيب ظهير ملكي. ولكن شكون كان مور هذا التعيين؟ وطبعا هاد الوزيعه كتقسم على احزاب الاغلبيه، فمثلا حزب الاستقلال اختار عادل بن حمزه اللي كلشي كيعرفوا استقلالي قديم، في حين اختار حزب البام عادل عبد اللطيف اللي التحد ما كيعرفوا، والتحد ما توقع ان هاد الشخص المغمور ياخذ تعيين ملكي في منصب حساس بحال هكا اللي هي اللي كتعاقب الراديوهات والتلفزيونات المغربيه. وملي كنجيو نشوفوا شكون هو عادل عبد اللطيف كنلقاو انه لا يوجد بتاتا ما يؤهله يكون في هذا المنصب من غير مراته خديجة الطالبي، ومن غير انه واحد المرة خرج كتاب على القادة السياسيين وخطابهم ودار في صور الغلاف فاطمة الزهراء المنصوري مع بن كيران واخنوش وقادة احزاب اخرين في الوقت اللي هي ما كانت لا قائدة لا تستوزع. وكرد الجميل من فاطمة الزهراء ليه غدبر عليه المنصوري في الهيئة العليا للسمع البصري، منصب ما عمرو كان يحلم به، لانه ملي كنشوفوا في تاريخه كنلقاوه بدا حياته المهنية كأستاذ تعليم ثانوي اللغة العربية وبعدها رجع أستاذ جامعي. وطبعا ما يمكنش نشكوا في الكفاءة المهنية ديال الأستاذ في مجال تخصصه اللي هو اللغة العربية، لكن السؤال اللي كيبقى مطروح اش غيدير أستاذ اللغة العربية في الهكا؟ واش غيبقى يعاقب الصحفيين في التلفزيونات والراديوهات لأنهم ما رفعوش المبتدأ وما نصبوش الخبر؟ إلا جاكم هادشي قليل أنزيدكم خبر آخر، وأن نائب المنصوري في العمودية سابقا تحكم عليه بعامين الحبس، غتقولوا لي علاش؟ غنقول لكم حقاش صرف من أموال الجماعة 15 مليار في 10 أيام، وهذا الصرف كان بطريقة ماشي هي هذيك.